السلام عليكم بنات كديري لاباس عليكم بخير اش خباركم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله نبداو على صلاه على نبينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كديري اللميمات الكبيدات البنات الغزالات كاع اللي كيشاهد الفيديو ديالي كنسلم عليكم وكنقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد معايا خرجتكم معايا شحال هذه البنات ما خرجتش وخرجنا نتغداو وخرجتكم معايا البنات وديتكم معايا لواحد البلاصه زوينه 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 كيجيو آه كي ليها كيجيو لها الناس هكا من من الداخل كيجيو السياح كيجيو الممتلين هاد البلاصه هادي واعره عندنا هنا في الداخله آه فيها الحوت واللي بغى يتغدى راه كيجي كيتغدى هو ووليداتو ومع دابا العطله البنات وما سافرنا ما حتى شي حاجه خرجنا واحد نهير دينا وليداتنا وتغدينا وشاركت معكم واخا كانوا معنا الناس ما ما قدرتش نصور هكا فوق الطبلة وعرفتوا ملي كيكونوا هكا الرجال وداكشي ما تقدريش انك تصوري المهم خطفت لكم شي خطيفات هكا وشاركت معكم النهار ديالي كيف دوزتو ومني غادي نرجع للدار عاوتاني غنشارك معكم آه ان شاء الله آه شنو غادي ندير و... آه انا اصلا كنت هاد النهار البنيت كنت آه كنت فقط قلت غندير الغدا ونجمع الدار وداكشي غندير واحد الكاسكروت وبيتمشي عند جارتي أه، ندخل عندها وداكشي وحتى هكا عيط لي راجلي قال لي غنخرجوا نتغداو وصافي خرجنا تغدينا ولكن رجعت مع ديك الساعه هكاك اولا السبعه رجعت دغيا أه، صافي و... وكنا حنا والعائله وداكشي مجموعين أه، شفتوا البنات ما قدرتش نصور لكم بزاف مع الوليدات وداك الشيء ما المهم خطفت لكم غير خطيفه هكا وصافي مره اخرى ان شاء الله نشارك معكم كل شيء أه هذا ما كان البنات هنا هذه البلاصه غزاله البنات كتعجبني بزاف وديال واحد العائله كنعرفوها يعني جيراننا وداكشي هما اللي دايرين هذا المشروع هذا والله يسهل عليهم آه هاد البلاصه هذه كيجيو ليها الناس من الداخل كيجيو السياح كيجيو لها الممتنين البنات اللي آه كيجي للداخل كيجي كي لهنايا ياكل الحوت وقدام البحر واحد الجو واعر البنات كنبغيو نبدلو الروتين هكا ديال الدار تبغي تخرجي كتبغي تبدلي جو شوية ومع العطلة دابا ما سافرنا موال وهذا هذا كشي خرجنا بدلنا الجو ومع بنادم كيكون دازت عنينا هاد الأيام هادي البنات كنسمعو سمعوا غير الموت 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 قلبنا كيوجعنا بزاف ايوا قلنا نخرج نفوجو شوية ونغيرو ولكن خرجت البنات الله إلا شوية بعدا خرجنا شوية ارتاحينا الحمد لله وعلى كل حال خرجنا خريجه خفيفه المهم هنا كنصور لكم البحر هذو البنات راني في شاركت معكم هذه البلاصه هذه واحد الجهه اخرى راني فايته في القناه هذه بنتي كيلعبوا هي وولد الجيران هذا آه المهم هذه البلاصه هذه البنات راه حدنا حنا دابا الداخله راه داير بها البحر يعني عندنا البحر الكبير وهذا البحر هذا هذا هو الذهب كيكون ما كيكونش هايج كيكون هو هو غير واد فهمتوا وكان هو اللي كان كتسمعوا به واد الذهب واد الذهب هذا هو الواد الذهب مشينا له وهذا هو بحال بغيت بناتي انا يعومو اولا شي حاجه راه هنا في كنجي بزاف كاين البلايص كتمشي هكا كديري غير نتي والعائله كاع جيتيش هنايا للقهوه الريستور هنايا راه كنمشيو هكا كنديرو خيمه اولا نجلسوا جليسه ونديرو الغديوه ديالنا وكاسكروت اولا الفطور المهم كنشاركو كلشي كنمشيو هكا مع الصباح مره نمشيو في العشيه المهم كل نهار ولقانا هكا ولا كنسخن الحل راه كنديو لوليداتنا هكا يعومو كنديهم في هاد ال... هاد الواد هذا هاد واد الذهب هو اللي فاش كن كيعوموا هكا الوليدات ما كيكونش خطر على الوليدات بزاف اما البحر الاخر اللي كيكون هايج لباس ال... ال... رفيته مصوره معاكم هذاك شويه كتخافي على الوليدات انهم يعوموا فيه أه... داك الشيء ما كنقدروش ان نعوموا وليداتنا فيه غير الا كان هكا شي شي هكا شي بلايصه هكا ساتيه الماء وهذا صافي كت كتخلي وليداتي يعوموا شوفوا البنات الدنيا عامره تبارك الله كل شيء خارج انا غير اختطفت لكم هكا تصويرات أه هكا يعني فيديوهات هكا أه يعني صورت كل بلاصه منها شويه هذا هو البحر الكبير هذه البلاصه هذه دابا اللي دزنا منها هذا هو البحر الكبير البنات كنقولوا حنا البحر الكبير اش كيقولوا له يمكن البحر الاطلانتي ولا ما عرفت البحر المهم عنده واحد السميه ولكن ما ما عرفتش ايوا هذا مكان اللي وديتكم معايا وخرجتكم معايا ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وجيتكم بطاقه ان شاء الله جيتكم بطاقه إيجابية ونسيت نسيت عليا كل شيء نسينا المشاكل نسينا الموت نسينا كل شيء على كل حال ما كان سخوش بأي واحد مشاء ما كان سخوش به وهذا ما كان خاصة نبدأ إطاقة إيجابية ولدرها الله هي اللي كتكون البنات اللي مكتبها لنا الله هي اللي كتكون هنا راسي ستة العشية أو الخمسة ديال العشية صافي تغدينا تما ودرنا ودرنا تصورات عاد راجعين هنا دابا للدار انا كنت كنصور لكم واحد البلاصه هنايا كيقولوا هادي هذه طاورطه دابا نشاركها معكم شي نهار راه كنخرج اكثريا كنخرج نهار لحد هكا بزاف مره كنخرج الا كانت كان هكا الجو زوين وداكشي راه كنخرجوا كندوي وليداتنا كنمشيو يلعبوا في الخيل كاينين عندنا خيام كتمشي كتجلسي كتعمري اتي ولا كديري الكوتي اولا كدير الغديوه أو ديالك يعني راه عندنا فين كنخرجوا هنايا اللي ما كيعرفش راه كاين يعني الداخله كيقولوا كاين اللي كيقول لك لا راه ما كاينش فين كيخرجوا داك كاين عندنا فين كنخرجوا الحمد لله بغيتي تجلسي هنا جنب البحر بغيتي تهولي لداخل اما انت كتشوفوا الناس راه مخيمين لداخل يعني راه خ... يعني راه داخلين آه... هما وليداتهم وهذا مكان البنات نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وغنخليكم مع المقتطفات الفيديو ونرجع معكم ان شاء الله لن ينسانا الله، سيؤتين من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا، لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إياه، لن ينسانا الله، لا ينسانا الله، ستحط قلوب على أرضه شوقا وصلاه، لا ينسانا الله، لا ينسانا الله، سيأتين من الغيب احلاه، فينسينا ما قاسيناه، لا ينسانا الله، لا ينسانا الله، لا ينسانا الله لا ينسانا الله سياتين من الغيب احلاه فينسينا ما قاسينا لا ينسانا الله لا ينسانا الله لا ينسانا الله يعجبكم الفيديو اللي وصل هنا يدير لايك ودير لايك وتابونا مع الحباب والصحاب اتعظم <applause> الله بنات لي تلفت بقيت كنشوف في البحر بارطاجيو مع الصحاب والحباب واللي ما مابونيش يتابونا ويضغط على الجرس باش كيوصلوا كل جديد ديالي ونتمنى تعاونوني باللايكات البنات كيكونوا لايكات عندي قلالي نتمنى ان شاء الله اللي كيدخل يدير لايك راه ما فيها شي حاجه الا درتي لايك وتعاونتي معنا وتعاونتي مع اي واحد رحنا ما فتحنا هذه القناه لان بغينا نتعاونوا مع ريوسنا وبيكم بكم بكم ان شاء الله نتوما اللي كتطلعونا ونتمنى ما نكونش كنبخل عليكم حتى شي حاجه راه اي حاجه كنشاركها معكم واللي كنعرف كنشاركو معكم ونتمنى اللي دخل يتابونا واللي ما مابونيش يتابونا وديروا لايك البنات ماشي كتفرجوا وكتخرجوا ما كديروش لايكات اللي كيدخل يدير لايك ما فيها تاباس ديري لايك واخا ما نعجبكش غير ديري لايك وخرجي هذا <applause> ما كان البنات راه كاين اللي كيبغيونا وكاين اللي ما كيبغوناش كاين اللي كيدخل غير كيتفرج وكيخرج ايوا نتمنى يكون خير ان شاء الله بكم باش غتكبر القناه البنات بكم والله غير عاونونا ودعمونا ان شاء الله راه كل واحد ربي علاش زين هاد القناه راه كل واحد ربي اللي به يعني راه شحال من واحد باغي يعاون راسو باغي يدير دارو باغي يدير مستقبلو لوليداتو نتعاونو ماشي غير يد وحده راه ما كتصفقش البنات راه ضروري نتعاونو مع رجالنا ايوا هذا ما كان المهم البنات هنايا راني درت البنات معاكم واحد الكيكه ديال التفاح درتها غير عاديه ماشي تفاح هكا ستفتو هكا وحده على وحده راه فايته مشاركه معاكم ولكن هذه حطيت غير تفاح هكا غير غادي نحطو غير عشوائي المهم البنات في المقادير راكم شفتو الفيديو راه درت اربعه البيضات ودرت نص كاس صغير ديال الزيت ودرت كاسونس ديال الليمون عرفتو الليمون كيتواتى مع مع التفاح كيعجبني انا ملي كندير شي كيكه بغا ندير معاها الليم ندير معاها التفاح راه كتعجبني نكون نديرها هكا بالليمون كتعجبني المهم درت البنات ربعه البيضات نص كاس ديال الزيت ما عامرش كاس غير صغير ما عامرش راه شفتو وجوج كيسان ونص ديال كاس ونص ديال ديال الليمون عصرته كاس ديال العنبه كبير ونص كاس ديال العنبه الا عندك العنبه راني شفتو كاس أه الكاس صغير كان فيه غير نص راني عبرتو لكم وعبرتو لكم في الكاس هكا اللي كنعبر انا قياس العنبه أه وكاس ديال السنيده و ربعة البيضات البنات راني قلتها لكم صافي وخلطت داكشي في البونينيكس صافي وهنايا درتو في في السوبيره أه درتها البنات تما 15 معلقه ديال ديال الطحين راه الطحين كل اللي كيشرب كل اللي ما كيشربش المهم هزت ليا 15 معلقه انا كنعبر بالمعلقه مره كنعبر هكا بالكاس مره كنعبر بالمعلقه المهم انايا كاع الكيكات ديالي راه كندير فيهم 15 معلقه اللي كيهز اللي كتهز ليا هكا المقادر الى درت هكا شي تورطة صافي البنات وثلاثه الخمارات راك شفتوهم جوج خم... ثلاثه آه، الخمارات اللي درت وصافي وضربت داكشي مزيان مع الدقيق وداكشي صافي هنايا عندي جوج تفاحات غادي نقطع غير تفاحه وحده وصافي وغادي نحطها غير هكا عشوائي وصافي غادي غير يعني نستف وصافي ما غاديش نصايب طرطه ديال التفاح انها تكون يعني تكون هكا وحده على وحده وحده على وحده لا غير هكا عشوائي راك شفتوه يعني الا عندك غير تفاحه وحده راه انك تقدري ديريها فوق الكيكه وتزوقي بها الكيكه ديالك ماشي انك ضروري الا ما عندكش تفاح ما ديريش ما متعمريش الطاوه هكا بتفاح المهم ليه ليا البنات انا غير عمر انا بغيت نعمرها الا عندك غير تفاحه وحده راه الله يجعل البركه راه كت راه كتحطيها هكا فوق ال... فوق ال... هكا الطاوه ديال الكيكه صافي وكت كتست فيها هكا غير عشوائي صافي راه كتجي زوينه البنات هنا, هنا البنات درت انا البنات تفاحه ونص اللي درت نهزت ليا هذه الطاوة انا بغيت نعمرها صافي حطيتها عشوائي وصافي نقصت شعلت الف... هذا طفيت الفوقاني وشعلت البنات غير تحتاني ونقصت الحراره راني كنفوت 200 البنات يعني بحال لا 200 حتى انا ما عنديش غير عندي غير 200 و150 المهم اللي كنفوت 200 يعني بحال غتكون ديك 180 درجه بحال هكا غتكون ديك 180 درجه أه صافي و ودرسها كطيب وهنا درت البنات كنغسل في المواعن غادي نجمع الكوزينه بداكشي فاش شقيت غير فاش صاوبت الكيكه صافي راه كتجي زوينه البنات نتمنى تجربوها ماشي ضروري ان يكون عندك تفاح ما يكونش عندك تفاح وما ديريش كيكه تفاح يعني غير ديريها هكا عشوائي انا راه كنديرها حتى في داك المول الاخر داك المول اللي كيكون هكا مسقوب راه كتعجبني نديرها فيها التفاح حتى هي كتجزويني. كتجي زوينه كتجي مفقعه وكتجي زوينه كنحطها غير هكا عشوائي وصافي أه ما كان ماشي خاصك ربعه تفاحات ولا أه باش تعمري الطاوه يعني كل كل واحد ومهم عندك غير تفاحه راقدي بها وزوقي بها التورطه ديالك وحطيها لوليداتك وصافي المهم هنا صافي مسحت الكوزينه درتها صافي خليت الكيكه البنات كطيب وكان عندنا الصه الصه ديال البنات واحد الصه البنات اش غنقول لكم هذه شي 3 ايام وعرفتوا الجو اصلا حنا الداخله سخونه ما عندناش البرد بزاف ولكن هاد 3 ايام راه المود ديال الصهد صافي البنات كملت كملت الكوزينه ديالي يعني مشيت كبيت عليا الماء مشيت دوشت ولبست بنياتي اصلا كانوا لابسين أه بنتي الصغيره كانت لابسه وداكشي بنتي الاخرى بناتي الاخرين حتى كانوا لابسين صافي كانت عندي اختي باش غادي نمشيو ندخلو عند جارتي صافي وهاي الكيكه ديالي طابت صافي كدهنيها هكا بالكوفيتير بغيتي ديري عليها الكوك راه كديري عليها الكوك بغيتي تخليها غير هكاك راه كتخليها غير هكاك ماشي اه يعني الزواق وداكشي راه نتي و نتي واللي بغيتي بغيتي غير هكا دهنيها غير بالناباج او الكوفيتير صافي كتخليها غير هكاك سامبل راه هي مزوقه راسها وبغيت تزي هكا رشيشه ديال الكوك اولا رشيشه هكا ديال الكاوكاو مهروج اولا شي حاجه راه كتزيديها صافي هنا البنت كتشد الكاميرا كانت حاب راسي راني يعني كنصور ونسيت كنت كنت حاب حابسه التصوير هنا بنتي كانت كانت كتقيس كت 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 واحد الجين جابته ليها اختي وكانت كتقيسو ليها وكانت جات عندي بحال هكا كتقول لي ماما كيجاني ايوا ما كتبش ناخذو ليها وصافي جاها شويه كبير هذا مكان هاي الكيكة قطعتها معاكم واخا غادي عند الناس قطعت لكم باش تشوفوها كي كتجي راه كتجي زوينه البنات كتجي خفيفه يعني راه الكيكه كتجي خفيفه البنات نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها في ديوركم ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله ونجيكم ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله ما كنغبرش عليكم وسلام عليكم